أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. مزارع يكتشف حقل ألغام بمزرعته في حجة. وكالة أمريكية تقول اليمن في طريق عودته إلى سوق النفط. صحيفة عربية تتساءل ما وراء تأجيل حلفاء الإمارات تصعيد 14 أكتوبر. أهلا بكم. أجبر قيادي حوثي كبير عشرات الجنود القدامى على الذهاب إلى محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثيين المسلحة، للقتال في صفوف الميليشيا، وعنون موقع المصدر أونلاين. قيادي حوثي يجبر عشرات الجنود القدامى للذهاب إلى صعدة للقتال مع الميليشيا. قال مصدر قبلي للمصدر أونلاين أن القيادي الحوثي أحمد الوشاح، الذي سبق أن عينه الحوثيون قائدا للواء غمدان بصنعاء، أجبر عددا من الجنود القدامى أي كبار السن بالذهاب إلى صعدة رفقة بعض الجنود المستجدين. وذكر المصدر أن الوشاح أخبرهم أنهم سيذهبون إلى صعدة للمشاركة في عرض عسكري يوم الأحد القادم 14 أكتوبر مقابل استلامهم مرتباتهم، أو أنه لن يمنح أحدا المرتبات. وأوضح أن الجنود اضطروا للذهاب إلى صعدة بسبب حاجتهم للحصول على المال مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، لكنهم تفاجأوا بسحب هواتفهم من قبل المسلحين الحوثيين ودفعهم إلى القتال في جبهة صعدة ضد القوات الحكومية. وتلجأ جماعة الحوثي إلى حجر مزيد من المقاتلين في صفوفها مع ارتفاع قتلاها في جبهات القتال وفرار الكثيرين ممن كانوا يقاتلون معها، فيما فشلت في حشد كثير من أبناء القبائل. جمهورية دجاج وأرانب، تحت هذا العنوان كتب سمير عطلة مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط. في كتاب الروس الجدد يشكو أحد سكان موسكو: الجميع يعرف أنه لم يعد في إمكانه شراء شيء، أريد ثوبا رياضيا ولست أستطيع شراءه، والناس لا تريد أن تعمل لأن الروبل فقد قيمته، فلا جدوى من العمل. إنني أعمل 10 إلى 12 ساعة في اليوم من أجل زيادة دخلي، لكن ماذا يفيدني ذلك ما دمت لا أستطيع شراء شيء بمالي؟ هناك نقص في كل شيء، السكر والشاي والصابون والأحذية. أي بلد عظيم مثل هذا لا يستطيع تأمين ما يكفي من الجلود لصناعة الأحذية؟ يسمى هذا في لغة أهل الاقتصاد التضخم المالي، وترجمته بالعامية خراب البيوت وفقر الشعوب وفشل الدول. في السنوات الثلاثة الماضية هجر مليون فنزويلي بلادهم إلى البرازيل وكولومبيا المجاورتين بحثا عن الطعام والدواء، وتقلص دخل الفرد 35%، ولم يعد اللاجئون عبئا على بلادهم فقط بل على دول الجوار أيضا. ماذا فعل الرئيس نيكولا مادورو لمواجهة الكارثة؟ دعا الشعب إلى تربية الدجاج والأرانب في شققهم، وعندما أقام لي كوان يو تلك النهضة العجيبة في سنغافورة منع تربية الدجاج في الشقق. ذات مرة دعا معمر القذافي الشعب الليبي إلى الهجرة للعمل في السودان، وكان ذلك في مؤتمر للشعب. وتتشابه فنزويلا في الأرض والنفط مع العراق وليبيا والنظام الثوري، وأيضا مع هذه النتائج المفجعة والمخجلة. كتب وزير خارجية المكسيك السابق أن أسوأ الحلول هو تشجيع عمل انقلابي، لكن يبدو أن الحل الوحيد لإنقاذ ملايين الفنزويليين من الجوع والمرض والاضطهاد لا يمكن أن يكون عاقلا الحاكم الذي يتطلع في عيون شعبه الجائع ويسأله لماذا لا تربي الأرانب؟ ها أنا أربي في القصر الجمهوري 150 دجاجة. متى يدرك هؤلاء اليائسون أن الشعوب تتحمل كل شيء إلا أن ترى أطفالها جائعين ومرضى؟ ورئيس الجمهورية يسعى إلى إقامة دولة دجاج وأرانب. حقل ألغام زرعته ميليشيا الحوثي في أرض يملكها مواطن في حجة، وعنوان موقع رأي اليمن: مزارع يكتشف حقل ألغام بمزرعته بحجة، حيث فككت قوات الجيش اليمني مئات الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظتي الحديدة وحجة، وفقا لمسؤول عسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية بالمنطقة انتزعت ألغاما متنوعة
كانت قد زرعتها ميليشيا الحوثي في مزارع لأحد المواطنين بمديرية حيران بمحافظة حجة، أكد المسؤول في شعبة الهندسة العسكرية بالمنطقة العسكرية الخامسة الرائد محمد ردمان أن الميليشيا الحوثية زرعت العشرات من الألغام في مزارع عدة بمديرية حيران، على الرغم من أن هذه المزارع لم تشهد اشتباكات ولا يوجد فيها مواقع عسكرية، مؤكدا أن الفرق الهندسية تمكنت من انتزاع العشرات منها. وأوضح ردمان أن مالك المزرعة اكتشف حقل الألغام في مزرعته بعد أن انفجر أحد هذه الألغام وأدى إلى مقتل إحدى أبقاره، وأصبحت هذه المزرعة حاليا منطقة محظورة ومملوءة بالألغام المتنوعة المزروعة بكثافة بوسطها وأطرافها. في الدفاع عن جوهر الديمقراطية، كتبت المحامية الإيرانية الحائزة على نوبل السلام شيرين عبادي والأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كروستوف ديلوير مقالا أعادت صحيفة الغد نشره، وقد جاء في مقتطفات منه. في العاشر من كانون الأول ديسمبر من العام 1948 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد أن إرادة الشعوب الديمقراطية يجب أن تشكل الأساس لأي حكم، ولكن بعد مرور 70 عاما على ذلك الحدث أصبحت ديمقراطيات العالم عرضة لمخاطر شديدة. كي تكون أي ديمقراطية حقيقية يحتاج شعبها إلى الوصول إلى معلومات جديرة بالثقة ومنتجة في بيئة تتسم بالحرية والتعددية، ولكن هذا الشرط الأساسي يجري اختباره الآن كما لم يسبق له من قبل. ففي مختلف أنحاء العالم يسعى أنصار حكم القلة إلى شراء المنافذ الإعلامية لتعزيز مصالحهم وتعظيم نفوذهم، في حين يقابل الصحفيون الذين ينشرون التقارير حول قضايا مثل التمييز والفساد بالترهيب والعنف والقتل. ولكن كيف نضمن حرية الرأي في ظل مثل هذه الظروف؟ الأمر ببساطة أن عولمة المعلومات قلبت الموازين لصالح أولئك الذين يرون في الزيف والباطل أداة للسيطرة، ويصدر الحكام المستبدون أفكارهم بسهولة إلى المجتمعات المفتوحة، في حين أن المحتوى المنتج في ظل ظروف من الحرية نادراً وما يتحرك في الاتجاه المعاكس. وقد تضخم هذا التحدي بفعل نمو شركات التكنولوجيا المتعددة الجنسيات والتي أصبحت تملأ بنية المجال العام. يتعين علينا أن ندافع عن الديمقراطية التي تمتد جذورها إلى مثل التنوير والحرية والعقل، ويتعين على الحكومات الديمقراطية ومواطنيها أن يتجنبوا الوقوع ضحية للأخبار الكاذبة والمتصيدين ونزوات الطغاة. ويهدف الإعلان الدولي للمعلومات والديمقراطية إلى تعزيز قدرة المجتمعات المفتوحة على محاربة القوى الاستبدادية. إلى موقع المشاهد نت والذي عنون في تقرير خاص: قضاة اليمن ضحايا اللاقانون شمالا والانفلات الأمني جنوبا. أورد الموقع معاناة أحد القضاة وهو القاضي عبد عبدالله الزبيدي، والذي أمضى نحو 455 يوما في زنازين جماعة الحوثي بصنعاء دون أدنى اعتبار لمنصبه ومكانته وحصانته القضائية. لم يرى الزبيدي النور طيلة 455 يوما في قبو داخل مقر الأمن السياسي بصنعاء. ويقول القاضي للمشاهد: عقب خروجي من مقر عملي ظهر ذلك اليوم بمعية ولدي، تفاجأت باعتراضي من قبل مسلحين مجهولين، تبين لاحقا أنهم يتبعون الأمن السياسي. اقتادوني لمكان مجهول قضيت فيه تلك المدة معتقلا مهانا. ما تعرض له الزبيدي يصنف بلغة القانون بأنه اعتقال تعسفي بحسب القاضي، الذي أكد أنه تعرض للتفتيش الشخصي بطريقة مهينة، كما تعرض منزله للاقتحام من قبل قوات تابعة لجماعة الحوثي ومصادرة خزنته الشخصية. يفيد التقرير بأن قضاة اليمن يعيشون وضعا مأساويا وصل إلى تهديد حياتهم، كما أكدت التوثيقات التي تضمنها التقرير. ويرجع القضاة السبب إلى أن عملهم في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي يجعلهم يعملون في نطاق بلا قانون.
كانت عودة شركة OMV إلى حقل نفط في اليمن خطوة صغيرة نحو عودة الإنتاج لأفقر دول الشرق الأوسط، حيث أدت الحرب إلى اختناق إنتاج الطاقة وإغلاق موانئ التصدير وخطوط الأنابيب حسب ما نقلت وكالة بلومبيرج الأمريكية. وأضافت الوكالة في تقرير ترجمه للعربية يمن مونيتور أن شركة OMV التي تتخذ من فيينا مقرا لها أعادت فتح آبار الإنتاج في محافظة شبوة في جنوب اليمن في إبريل بعد 3 سنوات من الانسحاب بسبب النزاع، وقد صدرت أولى شحنة من 500,000 برميل أو صدرت في يوليو، وقال راينر سييل الرئيس التنفيذي لشركة OMV. في الوقت الراهن يمكن التحكم في الوضع الأمني، لقد قررنا العودة رغم وجود خطر دائم بأن نتوقف عن الإنتاج هناك، لكن البنية التحتية موجودة وتعمل، وقال ريكاردو فابياني المحلل في شركة إنيرجي سبيكتس LTD في لندن. من السابق لأوانه القول أن اليمن في طريق عودته إلى سوق النفط، في حين أن المنطقة التي تعمل فيها OMV هي سالمة نسبيا وما زال مرفق التصدير يعمل، لكن الحقول الأخرى في حالة سيئة ومحطات التصدير تعرضت لأضرار بالغة أو تحت سيطرة الحوثيين. قال مصطفى النصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن عودة الشركة هي علامة على الاستقرار النسبي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ورغبة اليمن في الحصول على العملة الصعبة. من الحلم القومي إلى العصف الديني، تحت هذا العنوان كتب وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم مقاله في الشرق الأوسط. صارت النخب المحبطة تدور في دوامة السؤال ما العمل؟ تكسرت مراكب الأحلام التي كانت تدفع وتندفع نحو الوحدة العربية وتحرير فلسطين. توالت الانقلابات العسكرية وتعددت شعاراتها وغابت برامج التنمية، ورافق الصراع على السلطة تفشي القمع والعنف الجسدي. تقاتل رفاق الأيديولوجيا في الحزب الواحد في العراق وسوريا، وكانت مذبحة قيادة اليمن الجنوبي الشيوعي وكذلك في السودان. تغير العالم سياسيا وثقافيا واقتصاديا، تفككت الكتلة الشيوعية وتفجرت ثورة الاتصالات والمواصلات، وشهد العالم ولادة نمور اقتصادية خاصة في آسيا، ووجد بعض الشباب الطموح أو المحبط أنفسهم أمام دنيا جديدة تتغير. تحرك الجمر القديم الكامن في رماد الماضي، واندفع من الحفر القديمة 100 رأس ورأس، في أيديهم أوراق الماضي القديم والحديث عنوانها الإسلام هو الحل. الغزو السوفيتي لأفغانستان كان الوقود الذي ملأ الرؤوس. لم يكن تجمع بعض الشباب المسلم من مختلف الأقطار مجرد تجمع مقاتل باسم الإيمان ضد الإلحاد الشيوعي، إنما شمل تجمعات أنتجت فكرا إسلاميا متشددا رسم بالدم الصورة المتخيلة لعالم أرادوا تغييره باسم الجهاد. بمرور الوقت توالدت حركات من الرحم ذاتها، لكن كل قادم جديد صار أكثر تشددا من الوالد. لم يقدم أي تنظيم خطة أو برامج للتقدم العلمي أو الاقتصادي والاجتماعي، حتى أصبح العنف هدفا في حد ذاته لا يحقق لفاعليه إلا الشهادة التي تضمن الجنة. في الحالتين الإسلامية والقومية كان الفكر عابرا لحدود الدولة الوطنية، والأيديولوجية الشعاراتية التي تركز على تخوين المخالف في الحالة القومية وتكفيره في الحالة الدينية. كان الحلم القومي مسيرة في فضاء بلا خرائط تنبت محصولها فوق الأرض، والعصف الديني العنيف العابر للحدود أشبه بالتيه في دنيا متخيلة. تظهر الظروف المتلاحقة أن الوضع لم يكن مؤاتيا لتدشين حلفاء الإمارات مرحلة جديدة من التصعيد لإسقاط الحكومة الشرعية وإكمال الانقلاب، وفقا لما تقول صحيفة العرب الجديد والتي عنونت عدن
ما وراء تأجيل حلفاء الإمارات تصعيد 14 أكتوبر. قالت الصحيفة الأمر الذي كان أبرز ما جاء به إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي عن إلغاء فعالية جماهيرية تصعيدية في ذكرى ثورة 14 أكتوبر، وجاءت الخطوة بالتزامن مع حراك سياسي في الرياض التي توافد إليها أعضاء في مجلس النواب اليمني، وطالبتها الحكومة بوقف تصعيد حلفاء أبو ظبي في عدن. كان الانتقالي وفي تطور معاكس لما كانت عليه لهجة البيانات الصادرة عنه خلال الأسبوعين الأخيرين، قد أعلن عن عدم إقامة أي فعالية مركزية في ذكرى ثورة أكتوبر. وفيما أكدت مصادر محلية للعرب الجديد في عدن أن الاستعدادات للمهرجان الجماهيري الذي كان من المقرر أن يقام في المدينة بدأت منذ أيام. برر المجلس بدوره القرار المفاجئ بأنه نظرا للأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة التي يشهدها الجنوب ويعانيها أبناؤه، وجاء الإعلان بعد يوم على الأقل من عودة رئيس الانتقالي محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي وقيادة بارزة منها محافظ حضرموت السابق أحمد بن بريك إلى عدن قادمين من أبو ظبي، وذلك للمشاركة وإدارة فعاليات التصعيد التي كان من المقرر أن تقام بالتزامن مع ذكرى الثورة واستكمالا للخطوات التصعيدية التي بدأت مطلع الشهر الجاري بصدور بيان يعلن التمرد ضمنيا على الشرعية ويدعو للسيطرة على المؤسسات الحكومية. ما زال الموضوع الأبرز في تغطية الصحف البريطانية للشؤون الدولية هو اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلده في مدينة اسطنبول التركية الأسبوع الماضي تحت عنوان هل ينجو ولي العهد السعودي؟ كتب ريتشارد سبنسر في التايمز يقول أن الأضواء تتسلط على دولة واحدة ورجل واحد في حادثة خاشقجي، فالدولة هي السعودية حليفة الولايات المتحدة وبريطانيا، والرجل هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. تقول الصحيفة أن الغرب قد لا يعجب بالسياسة السعودية والتي تتضمن أحكاما بالإعدام وخطف منشقين، ولكن لم يصل الغضب إزاء سياستها من قبل لمثل ما حدث في حالة خاشقجي. فقد كان مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي من أوائل من طالبوا الرياض بإجابات، كما دعا بعض أعضاء مجلس الشيوخ لفرض عقوبات. وبدأت مؤسسات كبرى في الانسحاب من مؤتمر استثماري، والجميع بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريدون إجابات من رجل واحد وهو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. تابعت الصحيفة قائلة إن ولي العهد السعودي أجرى تغييرات كبيرة في المملكة لأمور لم تكن تعجب الغرب، ولكن سياسته تثير انتقادات ومخاوف تراجع عدد مؤيديه، وبات البعض يرى أن الحل يتطلب إزاحة بن سلمان من منصبه وتعيين آخر مكانه. قالت الصحيفة في تقرير ترجمته البي بي سي أن التضحية بولي العهد سترضي أولئك الذين يريدون البقاء إلى جانب الرياض، لكن أن يستغل أحد أمراء الأسرة الحاكمة المناوئين له هذه الفرصة للتحرك أمر آخر. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الغارديان البريطانية، وتغطي العديد من مناحي الحياة بمباهجها وأحزانها. نتابع الصور.
الكاريكاتير مهرب للكثير من أصحاب الرأي للتعليق حول أحداث ما بطريقة صغيرة ربما، لكنها تحمل الكثير من المعاني والتي أحيانا لا تستطيع الكلمات حتى التعبير عنها. مجموعة من هذه الرسوم نتابعها في جولتنا لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.